مهمة جدا الفقرة دي، لأن هي معيار. البعض أحيانا بيقول لك أنت ليه بتسقط كذا على لاعبين مشوا من النادي الأهلي؟ أيوه، لأن ده درس لكل لاعب بعد كده. المواقف دي لو أنت فرطت في مكتسباتها وما قدرتش تبروزها، صدقني أنت فرطت في حاجة كبيرة جدا. اللي زي قفشة لازم تديله حقه، واللي بيسيبك لازم برضه تشاور هو خسر إيه. تعالوا نشوف أصلا قفشة كان طموحه إيه على لسان وكيله من وهو لاعب صغير. نطلع نشوف الفيديو. قفشة والاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك بس هو من اول يوم خالص، يعني عشان برضه من قبل ما يكون في بيراميدز اصلا، هو في انبي كان هدفه الاول وطموحه الاول ان انا ابقى اسطوره من اساطير النادي الاهلي. هي دي اللي في خيالي من وانا صغير. فانت برضه بتبقى ساعتها عارف ان اللاعب هو اهلاوي وطموحه ان هو يبقى في الاهلي وان هو يبقى اسطوره من اساطير النادي الاهلي. فانت خلاص، هو راح بيراميدز وجه الاهلي والزمالك فعلا داخلين بقوه ان هم ياخدوا الاثنين. يعني الزمالك دخل فعلا بقوه عن طريق استشار مرتضى منصور، قعدنا معاه مع المستشار مرتضى. انتوا قعدتوا معاه مع كابتن امير توفيق امير مرتضى. وكان طبيعي في عرض مقدم للاعب من هنا وعرض مقدم للاعب من الاهلي ومن الزمالك، فكان لازم نقعد ونسمع على الاقل. الزمالك عرض عليه كام؟ يعني ممكن ما نقولش الارقام، ده كلام صعب. بس جايين وكتير كربطات والبدن مكلفين نفسنا عشان ما نقولش. لكن عامه عرض نادي الزمالك كان اعلى ماديا من عرض النادي الاهلي. الزمالك اغلى؟ كان اكتر، وكان المده اللي بتاعت عدد سنين اقل. كان 3 سنين، هو في الاهلي مضى 5 سنين. كان في فرق على مدار يعني اول 3 سنين، يعني هنا اول 3 سنين من غير ارقام. يعني حوالي 25-30% زياده. هاخد مين؟ كان بياخد في بيراميدز اكتر من الاهلي ولا اقل؟ اكتر من بيراميدز. يعني هو دلوقتي في الاهلي، لو كان فضل في بيراميدز كان فلوسه في بيراميدز اكتر. يعني لو ياخد جنيه في الاهلي كان بياخد كام في بيراميدز؟ لا نسبه، انا ما نسبه. هو تقريبا نفس ال 20-30% زياده بتاع نادي الزمالك هم اللي كانوا في نادي بيراميدز. قفشة كان واضح ما اختارش الرصيد اللي في البنك، اختار الرصيد اللي في قلوب الناس. بس في تفاصيل برضو مهمة. فهمتوا الدرس؟ قصة عمرها ما كانت وكالة أهرام ولا فرق فلوس ولا ان النادي الاهلي بيدفع اكتر. القصة كانت ان اللاعب عارف انه في النادي الاهلي وفقا لتاريخ النادي الاهلي ممكن يكون اسطورة، ممكن يبني لنفسه تاريخ، ممكن يبني لنفسه مجد. عمر ما كانت الفلوس هي المعيار، بالدليل ان اللاعب ساب نادي بيديله عرض اكبر وراح لعرض اقل لمجرد ان عارف ان القليل في الاهلي كتير قوي. خلينا برضو عشان نكون امناء، البعض ممكن يطلع بفيديوهات لمحمد مجدي قفشة وبيقول ان هو عادي ان هو يلعب لنادي الزمالك. اعتقد محمد مجدي قفشة قال ان نادي الزمالك نادي كبير، واعتقد وكلاء محمد مجدي قفشة وضحوا صورة ان انت لما كان معروض عليك نادي الزمالك فقط لغير اللاعب، اي لاعب في مصر لو ما جالوش النادي الاهلي وبيجي له نادي الزمالك فاكيد بيفكر في ان هو يروح نادي الزمالك، لان بالفعل نادي الزمالك كبير. لكن الاختيار لما بيجي لك العقد من هنا ومن هنا بيبان انت عاوز ايه. في الفتره اللي جه فيها عقد النادي الاهلي فخلاص اي عقد، مع احترامنا لكل الانديه، محمد مجدي قفشه كان حاسم مصيره انا مع النادي الاهلي.